الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. شعب الإيمان فصل في تعليم القرآن. فصل في تعليم القرآن. روى المصنف بسنده قال عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه وحديث في الصحيح قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرات عبد الله سمعت رسول الله يقول أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وروى عن بسنده عن عبد الله وهذا حديث فيه شيء من الضعف. إبراهيم بن مسلم ضعيف. إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن هو حبل الله والنور المبين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة من تبعه ولا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة لا يخلق يعني لا يبلى من كثرة الرد. فاتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول لكم ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف 30 حسنة. أبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق إبراهيم الهجري قاله في إسناده البيهقي في قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضلكم. وفي رواية قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه الخيرية منوطة بتعلم القرآن ولا يحسبن أحد أن المقصود بذلك هو الإسناد والقراءة وإتقان مخارج الحروف وأيضا عذوبة التحلي به فإن هذا إذا ليست الأفضلية على مدارها على ذلك. الأفضلية لها مدار آخر وهي تعلم القرآن. ومعنى تعلم القرآن هو أن يحفظ حروفه وأن يعمل بحدوده وأن ينشر ذلك بين الناس أن يكون من أعظم الناس فهما لأحكامه وإتقانا لها وأن يكون من أشد الناس حرصا عليه وملازمة له وأن يكون من أقرب الناس فهما تدبرا لآياته وأحكامه وأيضا للقيام به أناء الليل وأناء النهار. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك أهل القرآن هم خاصة الله. قال الله جل في علاه إن من إجلال الله إكرام ذي الشيب المسلم والقارئ للقرآن غير الجافي عنه والغالي فيه. لذلك لا بد الإنسان أن يكون حريصا جدا على القرآن وأن يصاحبه ألا يتركه بحال من الأحوال في أحلك الظروف. لا بد أن يكون ملازما للقرآن لأنه به يستأنس وبه يتدبر أحكام ربه جل في علاه به يتعلم كيف يتعبد الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى. وفي قوله هذا الحديث ضعيف إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم يعني انهلوا من هذا العلم. ففيه العجائب ففيه الأحكام وفيه العبر وفيه العظات وفيه أيضا الأصول وفيه كيفية ارتباط العبد بربه وفيه الكلام عن أعظم يعني علم وأشرف علم على الإطلاق في الكلام على أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وأفعال الله جل في علاه. وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم. فيه خبر من كان يعني قبل وفيه نبأ من ما يأتي بعد وفيه أيضا ثواب من أقام بقضية الكون الكبرى وفيه عقاب من ترك وجحد وكفر. كل ذلك في القرآن الكريم يكفيكم. ولذلك الشافعي قال ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها علمها من علمها وجاهلها من جهلها. لا تنقضي عجائبه بحال من الأحوال. وروى المصنف أيضا قال عن موسى بن علي قال سمعت علي بن أبي طالب قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر يقول خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين زهراوين فيأخذهما في غير إثم بالله
ولا قطع رحم. قال قلنا كلنا يا رسول الله، والله كلنا يا رسول الله نحب ذلك. قال فلا أن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين كومائين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع. قال من أعدادهن من الإبل. وهذه فيها دلالة، الحديث طبعا أخرجه مسلم، فيها دلالة واضحة، فيها دلالة واضحة جدا على أن الحرص على آية من كتاب الله جل في علاه خير من الدنيا وما فيها. وهذا الذي قاله أبو هريرة، قال يعني مجلس واحد أحرص عليه في جلوسي بين يدي زيد بن ثابت فأتعلم كلمة أو آية من كتاب الله جل في علاه خير لي من أن أجاهد 70 سنة. كما قلت إن الله أشار بقول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. فاللبيب الأريب يعني يحظى بكل هذا الخيص بأن يجلس مجلسا يجد الناس يتكلمون فيه عن كتاب الله جل في علاه، فيجلسون بين يدي المعلم المؤدب المهذب، يجلسون بين يديه يتعلمون آية واحدة، آية واحدة يملكون بها السماوات والأرض، آية واحدة يملكون بها ما يوازي الدنيا بأسرها. وفي رواية قال المصنف رحمه الله تعالى عن حارث الأعور، يقول مررت بالمسجد أو مررت في المسجد وكان الناس يخوضون في الأحاديث، فدخلت على علي بن أبي طالب فقلت يا أمير المؤمنين ألا ترى أن الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ وقال وقد فعلوها. قلت نعم. قلت نعم. قال أما إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة. قال قلت فما المخرج؟ قال قلت فما المخرج؟ قال كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم بينكم والفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى أو قال العلم من غيره أضله الله، هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم والذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي تناهى الجن، وفي روايتي رواية غيره، والذي لم ينتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، ومن قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. الحديث يعني فيه الجعفي وأيضا فيه الحارث الأعور، وتعلمون الحارث الأعور كذاب، ليس كذابا كذابا لكنه ضعيف. وأبو عيسى الترمذي قال هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وأسناده مجهول، وفي حديثه الحارث الأعور هو ضعيف. لكن هنا علي بن أبي طالب يقول أن النجاة منوطة بكتاب الله جل في علاه، وهذا حق، وهذا قد ورد صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النجاة منوطة بكتاب الله جل في علاه. فقال الناس تكون فتن، قالوا ما المخرج؟ قال كتاب الله فينا بأو من قبلكم، فإن الله جل وعلا قد أخبرنا الخبر عن نوح وعن آدم وعن عيسى وعن موسى وعن إسماعيل وعن صاحب القرية وعن إدريس، ما ترك نبيا إلا أخبرنا منه الخبر. حفظكم رب وجزاكم الله كل خير، أحسن الله عليكم. فهذه دلالة واضحة جدا على كل أخبار التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت معجزة له، لأنهم يعني لما قالوا أساطير الأولين وأتاهم بخبر الأولين اندهشوا جدا، وهم يعلمون أنه أمي، من أين أتى بذلك؟ لا سيما أهل الكتابين يعلمون ذلك. وفيه خبر من بعدكم، يعني يأتي بعد ذلك ما أشار إليه القرآن من مما سيحدث في الأمم بعد ذلك، وأيضا من قيام الساعة وما يحدث فيها أحداث التي يعني تسبق قيام الساعة، جاءت إجمالية بإشارة من القرآن وجاءت تفصيلية في سنة النبي العدنان. قال حكم بينكم وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسم الله. يبقى هلاك الأمم تركهم لكتاب الله جل في علاه، وعز الأمم التمسك بكتاب الله جل في علاه. من ابتغى الهدى يعني ومن ابتغى الهدى أو قال العلم من غيره أضله الله جل في علاه. من قال بأنه يعني عنده من العلم، فكل من أراد وابتغى الهدى أو العلم في غير كتاب الله جل في علاه فهو أبله من السفهاء، وقد بلغ مبلغا من الغباء. فإن الله جل في علاه جعل العلم في كتابه وجعل الفهم في كتابه وجعل العلم في كتابه وجعل الهدى في كتابه وجعل سبيل التمكين وسبيل العلو والسمو في كتابه سبحانه جل في علاه.
فهو حبل الله المتين وهو ذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. ولذلك لا نجاة للمرء إلا بالاستئناس بكتاب الله جل في علاه والمصاحبة والملازمة، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يشبع منه العلماء. كتاب الرسالة الإمام الشافعي يقول المزني: ما مررت على كتاب مثل كتاب الرسالة، يذهب ويجيء يذهب ويجيء، يقول وفي كل مرة أتعلم العلم. فماذا هذا كتاب رجل خلق من خلق الله جل في علاه، فكيف بكلام رب العالمين؟ كلما تذهب إلى نهايته تذهب تشتاق إلى أوله، وكلما تعلمت علما تجد نفسك أجهل الجاهلين وأنك على شوق وتوق عظيم إلى أن تذهب إلى ما كان إلى قراءته مرة ثانية وإلى إعادته مرة ثانية لترى ما فيه من العلم الخفي الذي لم يظهر لك مرة واحدة. ولا يخلق من كثرة رد وتنقضي عجائبه، لأنه من كلام رب العالمين الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. والذي تناهى الجن في وفي رواية غيره، والذي لم ينتهي الجن استمعته الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وفي رواية عن قاسم بن سعد يحدث عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث في إسناد مجهول وحديث ضعيف، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القرآن هو النور المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم. القرآن نعم ضاعت الأعمار على كتب لا تساوي شيئا. القرآن هو النور المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم. هو النور حقا، أنزل الله إلينا نورا، وهذا النور نستضيء به طريقا إلى الجنة، ونستضيء به أيضا طريقا إلى مرضات الله جل في علاه، وإلا نحن في نعم بتباعدنا عن يعني عن كتاب ربنا خسرنا كثيرا، وبتباعدنا عن كتاب ربنا لم نرى هداية يستقيم أمرنا وحالنا معه. فنسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله جل في علاه أن يلزمنا بكتابه الكريم. ولذلك قال: والصراط المستقيم، لا اعوجاج فيه، لأنه من رب العالمين سبحانه جل في علاه أنار لنا طريق النجاة وهيأ لنا سبل الرشاد، فوجب علينا أن نستمسك بها، أن نستمسك به ولا نحيد عنه. وإن قرأنا تدبرنا، فإن تدبرنا فهمنا، فإن فهمنا عقلنا، فإن عقلنا تمكننا، وإن تمكننا ارتقينا، ثم بعد ذلك مع النبيين والصديقين والشهداء رافقنا. وعن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، قال: الصراط المستقيم هو كتاب رب العالمين. نعم، هو لما قال بذلك لأن الصراط المستقيم هو الذي نصل به إلى الطريق الذي نصل به إلى النجاة وإلى رضوان الله رب الأرض والسماوات، وإلى جواره في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وفي حديث صحيح عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما خاطب: إني تارك فيكم الثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فتمسكوا بكتاب الله فخذوا به، فحث عليه ورغب. شوف، قال تارك فيكم الثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فتمسكوا بكتاب الله. والتمسك بكتاب الله كما قلنا نجاة وهدى. وفي رواية: كتاب الله حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على الضلالة. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا جميعا على الهدى، اللهم أمين رب العالمين. وعن حذيفة قال: قلت يا رسول الله، أبعد هذا الخير الذي نحن فيه من شر نحذره؟ قال: يا حذيفة، عليك بكتاب الله فتعلمه واتبع ما فيه، حتى قال ذلك 3 مرات. يعني لا تسأل عن خير ولا عن شر، فإن تمسكت بكتاب الله وقيت الشر ووفقت للخير. المعنى هنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل عن خير وعن الشر وتقعر وتمحص النظر في ذلك حتى لا يأتيك ما يأتيك من الهواجز، عليك بكتاب الله جل في علاه، فإن تمسكت به وقيت الشر ووفقت للخير، وقيت الشر ووفقت للخير. نسأل الله أن يجعلنا جميعا كذلك، وأن يرضى عنا وعنكم، وأن يجعلنا من المستمسكين بكتابه، وأن يجعلنا من العاملين به. ونسأل الله أن يغفر لنا كل ما قصرنا في كتاب ربنا سبحانه جل في علاه. ولشيخنا همة علت السريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت السريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.